اسمه حلاوة ها، وكاتب يبيع ملح 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 ملح. ليه القطر؟ ليه القطر اهم وسيله مواصلات في حاجه؟ قال له بص يا باشا، الفم ضمن الحوار ان المسلمين هيقابلوا برشلونه في النهائي. بس انا وراك، يلا انت وانا وراك. قال انت الادب ماشي؟ لا هو انا ارنب بس ما بخاف. برافو برافو برافو، ظهرت على الخريطه. برافو برافو، هات يا استاذ محمد. بس انا عامة ما ضحكتش، بس انت اجتهدت. تمام، انت اجتهدت، انت كسبت المحل. كسبت صح؟ كسبت والله. والله الف مبروك. الليمون ممكن يتعمل ليموناتا، الزيتون مش ممكن يتعمل زيتوناتا. والله لو مش اندهاش، والله لا مش عايزين اندهاش. ولو انت عايز على نفس الدماغ دي ساعه قادر ما حدش يفتي، ما حدش يفتي عشان ممكن نفتي عادي، مش مشكله. افتوا انتوا عايزين خلاص صح كده. لا انت عمرك سمعت عن الزيتوناتا؟ لا خلاص انا صح. النقطه بقى، النقطه اللي بتضايقك دي هركز انت معايا. بس برضه انا حابب اسمع منك. طيب والله مفيش نقطة حاضرة دلوقتي، بس هي النقطة اللي انت قلتها أظرف وأجمل من أي نقطة في الدنيا. راجل ده بريكس، بس برضه هتقول لنا نقطة.